تؤكد اختطاف 26 مواطنا في منطقة صحراوية في العراق قرب الحدود السعودية. منظمة هيومان رايتس ووتش تعتبر أن آلاف الصور المسربة عن معتقلين قضوا تحت التعذيب داخل سجون النظام السوري بمثابة أدلة دامغة على جرائم ضد الإنسانية. اتهامات للحوثيين بمحاولة تشتيت مفاوضات سويسرا عبر مسارات وصفقات تبادل خارج مظلة الأمم المتحدة. موسكو تريد انضمام الأكراد لمحادثات نيويورك بشأن سوريا، ولافاروف يتحدث عن خلافات كبيرة مع واشنطن. داعش يقصف معسكر زليغان الذي تتمركز فيه قوات تركية في العراق بصواريخ كاتيوشا. هيئة مكافحة الفساد في السعودية ترفع إلى الملك مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع.